صباح الخير والمحبة والسعادة على كل مشاهدينا وين ما كانوا يتابعونا. اليوم حلقتنا مميزة مختلفة، بس أول شيء خلينا نصبح على رولا. صباح الخير رولا، ويمكن هاي أول مرة نطلع أنا ورولا عليكم الصباح. الله يعينكم. الله يعيننا والله يعين حتى الكادر ويانا، لأنه قلنا شلون راح نفرق بين رولا ورولا. المهم احنا راح نكون وياكم اليوم بحلقة جدا حلوة كلها مواضيع، وراح نبتديها بأهم العناوين. التحسس الجلدي أسبابه والإجراءات المناسبة للتخفيف أو الحد منه، مع الدكتورة رقية الرفاعي اختصاصية أمراض الجلدية، وأكيد راح نعرف رأي الشارع العراقي حول هذا الموضوع باستطلاع حلقتنا لليوم. ابتكار منظومة لقياس رطوبة خلية النحل من صلاح الدين. هوس عمليات التجميل مع الدكتورة إيمان عبد الصاحب من استوديو أربيل. ومن عالم الفن، الطفلة غدير واحترافها الرسم من مدينة الديوانية. أما فقراتنا المنوعة عبر التويتر، شابة بريطانية تخسر اليانصيب بقيمة 182 مليون جنيه استرليني، والسبب أكيد حنتابع بحلقتنا. والسؤال التفاعلي لحلقة اليوم، ما هو الشيء اللي تتحسس منه ويدفعك للعطس؟ طبعا اليوم موضوعنا راح يكون له علاقة بالحساسية مثل ما شفتوا، فننتظر آراءكم على صفحة الانستغرام لقناة الشرقية، راح يكون موجود الكيو آر كود من صفحة رولا، فافتحوا الكاميرا والتليفون ووجهوها على الكيو آر كود، راح ياخذكم مباشرة للصفحة، وننتظر آراءكم وتعليقاتكم، وأكيد راح نشارككم بالبعض آخر الحلقة. طبعا رولا، قبل نشارككم بالأجوبة خلينا نشوف حالة الطقس، يعني ممكن تكون العوامل الأساسية للحساسية الجلد. واحدة صح من أكثر العوامل اللي ممكن تكون هو الطقس. طقس واحدة يتغير الطقس عندنا. بما أنه الدنيا ربيع، خلينا نشوف الجو. أولا ببغداد درجة الحرارة ببغداد 22 درجة مئوية غائم جزئي، من المتوقع أن يكون غد 21 درجة مئوية، أما بعد غد ف30 درجة مئوية غائم. أما المحافظة الثانية الموصل، الموصل درجة حرارتها 18 درجة مئوية غائم جزئي، أيضا من المتوقع أن يكون غد 13 درجة مئوية ممطر، أما بعد غد ف16 درجة مئوية أيضا ممطر. أما البصرة فدرجة الحرارة بالبصرة كالعادة مشمس 30 درجة مئوية، من المتوقع أن يكون غد 35 درجة مئوية غائم جزئي، أما بعد غد ف30 درجة مئوية أيضا مشمس. وختامها مسك مع أربيل، فدرجة الحرارة بأربيل 20 درجة مئوية غائم، ومن المتوقع أن يكون غد 19 درجة مئوية ممطر، وبعد غد 15 درجة مئوية أيضا ممطر. طبعا الجو جدا مختلف بين المحافظات، بالضبط، يعني هذا اللي يسوي شويه حساسيه عند الناس. معظم المناطق ممطره، معظم من المناطق الثانيه مشمسه، بس بالعافيه على اهل البصره صراحه، الجو عندهم رهيب، كلش حلو جوهم. واحنا اليوم مستمرين بحلقتنا وموضوعنا اللي هو يخص الحساسيه. حساسية الجلد إحدى المشكلات الجلدية واسعة الانتشار على مستوى الأعمار المختلفة، وتختلف طبيعتها من شخص لآخر. بحلقتنا لليوم حبينا نسأل الشارع العراقي، هل سبق أن تعرضت لمشاكل جلدية نتيجة التحسس من الجو أو من تناول شيء معين؟ نتابع التقرير التالي من سليمانية ونرجع مع الضيف. نعم، عانيت بالبداية من تغير الجو، الحر والصيف هاي، ومن الصوف أيضا جسمي، واستخدمت يعني صابون الرقي هو الأصلي، هو هذا علاج، واستخدمت أيضا مرهم
للحالات التحسس، وايضا عندي تحسس امام الاكل، يعني اكثر شيء البهارات، البقوليات، الطرشي، هي هاي اكثر شيء اللي تسوي الحساسيه. يعني عندي حساسيه من البرد، يعني اذا كلش بارده يصير يعني عندي حمار وجهي او مثلا هنا او ايدي يعني تنفخ، بس دائما يعني مي حار، لا يعني مي حار ما اروح على الصوبه، لانه اذا اروح على الصوبه راح اظل احك يدين يعني. لا لا يعني هذا، يعني هذا الحمد لله ما في شيء، بس انه يعني كثير من الناس بيها، سواء مثلا اسباب وراثيه او مثلا الجو، ما جو تغير الجو وش اسمه، اكيد بيها اسم علاج. عندي تحسس يعني، بس يعني مو من اكل شيء معين هاي، بس حساسيه مثلا من يتغير الجو صار عندي حساسيه، اخذ لها حبايه كل 3 ايام كل يومين، بس هي وراثيه يعني، بس هم من تزيد شو وقت من يتغير الجو، من الشتاء صيف، صيف شتاء، ربيع خريف، يعني تزيد. شنو الاجراءات انت؟ اخذ حبايه، هو اكو ياخذون ابره كل 6 اشهر بس بيها اعراض جانبيه، انا ما قبلت اخذها، قلت اخذ حبايه احسن، يعني كل يومين كل ثلاثه احسن. هي احيانا صار عندي تحسس من تغيير الجو، صار عندي بحة يعني من يتغير الجو موسمي، يعني من موسم الى اخر صار عندي بحة، صار عندي حساسيه. شلون ما هي الاجراءات اللي اتخذتيها يعني العلاج الطبيعي؟ هو اخذ علاج مع التحسس، او احيانا استخدم العلاجات الطبيعيه مثلا الاعشاب. شخصيا ما صار عنده اي تحسس، ما عندي الحمد لله شكرا. لكن انا بالتحسس اكو انواع، اكو بيهم التحسس مثلا من دهن او من الدهون او الشجر، هسه الشجر او من العطر او من شيء، فتحسس انواع. الحمد لله انا شخصيا ما صار عندي هذا التحسس. ليك شنو العلاجات اللي اكو؟ هي اذا مثلا اكو مثل بعض الانسان يتحسس من عطر، فيبتعد عن شغله العطر او شيء من الشجر، هسه ما اكو مثل تحسس مزمن دائم، يعني مثل موسم اول ما يبدا يطلع الشجر، او احنا نسميه القداح، اول ما يفدح الشجر، يعني هاي الفتره هي تقريبا تصير عند البعض، لان هي التحسس انواع، كل يعني هو التحسس وقتي، انواع ووقتي محدود، مو تقول يعني شيء مستمر. اكو بهم تحسس من علاج، اكو بهم مثلا من تحسس من يعني فشيء معين، فانواع هو عدد له. الافضل يعني مثلا نقول ابسط شيء نقول العطر، مثلا واحد هسه يجي بصفك يتحسس من عطر، مثل يعني اكو بعض الاكلات يعني من واحد ياكلها احيانا الشخص يتحسس انه اذا بصدره او نبات الاشياء يعني نلزمها، يعني اذا كانت مو نظيفه يعني او نلزمها بايدينا، فريد نحك يعني مثلا منطقه بوجهنا او ايدينا هم يسوي تحسس، يعني اذا الجو كان حار وبارد هم يتحسس، والأكلات الحارة بيها مادة يعني توابل هواية، يعني البهارات القوية، الفلفل، الكركم، همينات هم دا يأذي يعني. طبعاً لما أكل شغلات بيها توابل أتحسس، وجهاز التنفسي يتحسس، إن مثلاً أقعد بمكان بناس تشرب نارجيلة أو تدخين، أو مرات الشغلات التدفئة أعصابة نفطية أو غازية هم أتحسس. شنو إجراءات التخلية؟ بس أبتعد عن هالأماكن، ما أتخلى إجراءات، بس أبتعد عن هالأماكن اللي أتحسس من إلها. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع راح نناقشه مع ضيفتنا الدكتورة رقية الرفاعي، أخصائية أمراض جلدية. أهلا وسهلا فيك دكتورة رقية. بالبداية حابين نعرف مفهوم الحساسية، نعرف أنه الحساسية لكل الناس تصير بنا حساسية جلدية، حساسية تنفس، بس اليوم حابين نسلط الضوء أكثر على حساسية اللي تصيب الجلد، بس بالبداية حابين نعرف شو أسباب الحساسية وكيف ممكن نفرقها.
أوكي، بشكل عام أول شيء نحكي عن الحساسية كمفهوم عام. الحساسية هي عبارة عن ردة فعل الجهاز المناعي عنا تجاه مادة مؤرجة معينة، سواء كانت إنتانية أو مثل العطور أو اللقاح أو متسمي العث المنزلي أو غبار الطلع. الجهاز المناعي بيتعامل على هاي المادة على أساس إنذار خاطئ أنه هي مادة ضارة، فبينتج مواد مضادة اللي هي مثل الهستامين المسؤول بشكل أساسي عن ظهور أعراض الحساسية اللي بنشوفها عند الأشخاص. ضمن مفهوم الحساسية بشكل عام، الإكزيما أو خلينا نقول تحت مسمى الحساسية الجلدية هي المسمى بشكل عام هي الإكزيما، اللي عبارة عن حالة مزمنة من جفاف الجلد، بتتراوح من جفاف الجلد لأحمرار ولحتى في حالات شديدة ممكن تتشكل فقاقيع وتكون حالة يعني مزعجة. تمام. طيب دكتورة، بشكل عام دكتورة، هسه احنا بداية فصل الربيع وعادة احنا بفصل الربيع معظم الناس يصابون بالحساسية، احنا حابين نعرف شنو هي الاجراءات اللي ممكن انه يتخذوها على مود يخففون هاي الحساسيه. هلا بفصل الربيع من المتهم الاساسي احنا بنسميه غبار الطلع لما تبلش الزهور تتفتح. نعم. فهو من اكثر المؤرجات يعتبر بشكل عام للحساسيه، خاصه اللي عندهم ربو، عندهم التهاب انف تحسسي، ومثل ما سمعنا هلا بالتقرير كان في شخص عم يقول انا عندي التهاب بعيوني او حساسيه بعيوني. نعم. بنسميها حساسيه العين الربيعيه هيك بشكل عام. اكثر شيء بتصير بفصل الربيع. هلا فينا نحن طبعا نتجنب مثل ما بيقولوا تغيرات الجو كثير مهمه، سواء الحراره الشديده او الرطوبه الشديدة، فنحن لازم نكون بجو معتدل، نبعد عن الرطوبة، نبعد عن الحرارة، نبعد عن حتى الجو البارد الكتير. الشغلة الثانية بهذا الجو بالذات لازم نلجأ شوي لنوع من الأدوية بنسميها مضادات الهستامين، نوع الميديكيشن أنتي هستامين. طبعا هذا أنتي الهستامين يفضل أنه يتاخذ يعني عن طريق طبيب أخصائي. تمام. طيب دكتورة رقية، بالنسبة شفنا حتى بالاستطلاع أنه بعض الناس تكلموا عن التدخين، عن مثل ما تفضلت الأشياء اللي تحفز أكثر موضوع الحساسية، في شوية مغالطات على هذا الموضوع. هل فعلا أنه مثلا التدخين حتى ممكن الكافيين أو أشياء معينة إحنا دائما بيوم العادي الناس تستخدمها ممكن تعمل حساسية؟ هلا قلتي الكافيين، لا ما في أي، لحد الآن ما في شيء حساسية على الكافيين، بس موضوع التدخين سواء تدخين السجاير العادية أو الأرجيلي، الفكرة في مواد موجودة ضمنها تعتبر من المؤرجات الأساسية ومن أشياء المؤرجات، سواء بتسبب حساسية على مستوى الجلد أو بتسبب ارتكاس أرجي من العطاس، سيلان الأنف، هاي الأمور. فالأشخاص اللي عندهم استعداد، نحن بنعرف أنه ما حكينا شوي، ما طرقنا على الأسباب، أنه يكون عندنا استعداد وراثي طبعا مع عوامل بيئية، فتعتبر من ضمن العوامل البيئية والمؤرجات هي سواء التدخين أو حتى دخان السيارات، فبتحرض عندهم نوبة حساسية. طيب دكتورة، بعيدا عن الأجواء المحيطة، أحيانا الأشخاص يأخذون أدوية بدون ما يعرفون أنه هم متحسسين، خصوصا للبنسلين، يعني يتعرضون للأعراض هم ما يعرفوها، وأحيانا حتى إحنا من نروح للمستشفيات ينطونا أدوية بدون ما يسألونا أنه هل عندنا تحسس أو لا. طيب إحنا شلون نقدر نفرق بين الأعراض التحسس وإحنا فعلا أنه إحنا عندنا حساسية؟ هلا هذا موضوع كثير مهم، وخاصه بصير يعني خطا شائع، يعني اكثر الاشخاص اللي بنعطيهم بنسلين هن الاطفال، يعني اكثر فئه عمريه معرضه لهذا الشيء. هلا كبروتوكول عالمي حاليا صار ممنوع ينعطى البنسلين دون اجراء اختبار تحسسي، سواء كان في حساسيه مسبقه او لا، لانه مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي انا وانت انه في احيانا بيكون عنده حساسيه على مواد معينه او حساسيه على مشتقات الحليب او كذا، في هاي الحاله في شيء اسمه نحن عندنا حساسيه متصالبة بنسبة 30%، يعني ممكن يكون عندك حساسية على مادة طعامية أو مادة شيء، بيكون عندك حساسية على البنسلين. يفضل وبدول العالم المتقدمة وبدولة الإمارات ممنوع إعطاء البنسلين دون إجراء الاختبار. هو اختبار بسيط مدته 15 دقيقة، بنحقن نحن مادة صغيرة من مادة البنسلين تحت الجلد، في حال طلع احمرار، انتفاخ، حكة، فنحن هون بيكون الشخص عنده حساسية، وبننتقل لنوع ثاني من الأنتيبيوتيك أو مستعدات لنعطيه للبيشن. طيب دكتورة، صادفتك حالة أنه أجتي متحسسة من دواء معين، شلون عالجتيها؟ هلأ في درجات، أحيانا بيكون مثلا بنسميها نحن الرياكشن بصير، أو أغلب الحالات بنشوفها هي الشري، الارتكاريا. نعم. بتجي بحالات شري، أحيانا شري معمن، امتبارات، بتلاقي كل جلدها منفخ محمر، أحيانا بيوصل لصعوبة التنفس، انتفاخ بالعيون، وممكن يوصل لشيء بنسميه صدمة تأقية. هون في هاي الحالة لازم
لازم يدخل مشفى وناخذ أدوية تانية. بعض الحالات اللي ممكن نحن نقدر نسيطر عليها بالعيادة في أدوية معينة نعطيها مباشرة مع بروتوكول معين، وهون بعد ما نهدي الحالة العامة بنرجع بنبحث بالموضوع أنه شو اللي صار. احيانا ممكن على شغله بسيطه، نوع من الميك اب، نوع من الادويه، واكثر شيء هلا عم يجينا الحالات الرياكشن على الفاكسين يا كوفيد 19. دكتوره، بالنسبه للاخر فتره شفنا حتى على السوشيال ميديا صار في حالات وشفناها، واكيد شفتيها وانتشرت كثير من البنات لما يستخدموا الجلو او صمغ الرموش او الامور هذه اللي هي صارت رائجه اخر فتره، وصار في حالات جدا جدا خطره وتطورت ولا سمح الله ممكن حتى تؤدي لتهدد الحياه. اكزاكتلي. طب هذه الحالات كيف احنا ممكن نعرف انه انا ممكن عندي حساسيه من شيء معين، كان من ميك اب او من جلو او من شيء، خصوصا انه اليوم اكيد كثير سيدات يشاهدونا. هلا الفكره موضوع الحساسيه، موضوع المواد التجميل فيها ماده اسمها الفورم الديهيد، هي المسؤول الاساسي عن الالرجي او الحساسيه اللي بتصير مع مواد التجميل. الفكره كيف الوعي؟ دائما نحن لما نستخدم، خلينا نبلش بشغلات بسيطه، ما فورا اوكي في شيء اسمه اختبار الرقعه او الحساسيه اللي بنعمل بعيادات عند اخصائيه، بس ممكن شغلات بسيطه خلينا نقول الست او السيده ببيتها تعملها. اي برودكت جديد انت بتجيبيه هلا يفضل تحت اشراف، يعني انه ما انه انا شفت اعلان عن هذا البرودكت او مثلا رفيقتي استخدمته وطلع كثير حلو علي بغض او عملت رموشه مثل ما قلتي انه انا لازم اعمله، ممكن يناسبها لها بس ما يناسبني لها. اي برودكت جديد بتجيبه او كريم حاولي تحطي كميه على بقعه صغيره من ايدك او اذا حبت على وشها، ما تحط كميه كبيره او تنشره مباشره. في حال بعد ساعة أحيانا في مواد معينة الحساسية بتكون متأخرة، طبعا الحساسية متأخرة بتكون أغلبها على النيكل الموجود بالمجوهرات بالذهب بهاي الأمور، أما على موضوع الكريم ممكن بعد مباشرة أو بعد ساعة أو ثاني يوم بتشوفي أنه في طفح في إحمرار صار عندك رياكشن، فبهاي الحالة لازم توقفه. أو مثلا نحن عندنا أدوية يعني فيها مواد محسسة ونحن بنعرف هذا الشيء وبننبه البيشنت عندنا أو المريض متابعنا أنه بأول الحالة مثلا حطوا نص ساعة وغسلوا، يعني خصوصي مواد التقشير. ليش الجلد أو مناعة الجلد على مبدأ التعويض، أنه تحطيه نص ساعة ثاني يوم تحطيه ساعة بعدين مثلا صيري نامي فيه شوي شوي جلدك بيتعود عليه ما بيعمل هالرياكشن الفورا أول القوي. طيب دكتورة، بعيدا عن المكياج وبعيدا عن عالم المكياج كله، العوامل الوراثية، يعني معظمنا ما يعرف أنه إحنا عندنا تحسس بسبب العوامل الوراثية، يعني هل من الممكن اكو طريقه الدكتور يوفرها انه يعرف الهيستوري تاريخ المريض الطبي او تاريخ عائلته، شلون يقدر يعرف بهالطريقه؟ هلا الموضوع الحساسيه نحن قلنا هي بشكل عام اسباب لحد الان ما انا معروفه بشكل عام، بس المتهم الاساسي طبعا الاسباب الوراثيه بالمشاركه مع عوامل بيئيه. الاسباب الوراثيه غالبا بيكون في عندنا قصه عائليه، مثلا ممكن يكون يجي الطفل عندي باكزيما او التهاب جلد اكزيمائي، بس بيكون عند الاب مثلا ربو او عند الام التهاب انف تحسسي، او بتقول لك انا عيوني بيحمروا بيحكوني بفتره الربيع. في مؤشرات معينه ممكن تكون عند الاهل بتوارث هاي الحالة الحساسية أو الحالة المناعية. ممكن يكون في أمراض مشاركة بترتبط معها إذا كان في اضطراب بالمناعة. هلا في إجراءات ممكن نعملها نحن عنا بالعيادة لنحدد إنه السبب وراثي أو لا. في شيء اسمه الاي جي اي، ممكن نعمل تحديد مستوى إذا كان مرتفع لحد معين فبيكون في تأثير مناعي وغالبا أسباب وراثية. طيب دكتورة، بالنسبة للنساء الحوامل، الأكل اللي يأكلوه من الممكن أنه يأثر على صحة جلدية للطفل، هل ممكن أنه يدخل تحسسا؟ موضوع الأكل ممكن يسبب عندها إلى حساسية، ولما يصير عندها رياكشن بيأثر على الطفل بشكل عام كصحة الأم، بس انه ياثر على الجلد لا، ممكن تورثه الحاله الجلديه اللي عندها. يعني اذا من النوع اللي عندها رياكشن او عندها شري او عندها اكزيما او انه بتحسس على فول السوداني او فول الصويا او مواد معينه بتورثه هاي الحاله بنسبه معينه، مو بالضروري 100%، بس انه لما يصير عندها حساسيه وهي حامل لا ما بياثر على جلد الطفل ابدا. وفي طبعا نوع من الانتي هيستامين خاص للحامل بينعطى بيكون سيف. طيب اخر فتره شفنا انه صار في نوع من ممكن احنا نروح نسوي فحص او نسوي تيست حتى نشوف شو الاشياء اللي احنا عندنا منها حساسيه. لاي عمر
مثلا 12 سنة 8 سنوات يكون الهوية داخل الجسم انه خلاص صرنا نعرف انه هذا الشخص عنده حساسية من اشياء معينة. شفنا حفظ الناس ممكن يروحوا يسووا فحص بتعرفي كل انواع الحساسية. تمام، هو اسمه اختبار الرقعة التحسسي اللي هو عبارة عن 21 مادة ومنحطهم بطريقة معينة. هلا ما فيك تقولي في عمر محدد، يعني احيانا مثلا خلينا نقول الطفل بيولد عنده اكزيما، ممكن بعض الاشخاص بيشفوا على عمر السبع سنين، ممكن بيستمر 12 سنه وفي منهم بيضلوا لحتى كل عمرهم بيعانوا من الاكزيما، بتكون مزعجه كثير لهم. الموضوع خلينا نقول الاكزيما بشكل عام تحت مندرج الحساسيه، فمع الوقت ممكن تكون الماده اللي انت عم تتحسسي منها هلا او ما عم تتحسسي ممكن بعد سنوات تكوني ترجعي تصيري تتحسسي هاي الماده، لانه كيف بيتعامل مع الجسم لما تدخل هاي الماده للجسم او تلامسه، الجهاز المناعي بيتعرف عليها بس ما بيقرب عليها، صح، بيتركها. بنرجع انت بعد سنين ممكن بعد فتره بتتعرضي للماده، هون الجسم كان مشكل اضداد على انه هاي الماده اذا دخلت مره ثانيه لازم نعمل اختبار دوري، يعني مو اختبار دوري، في حال كان عندنا هو ما لازم ينعمل بشكل انه اختبار دوري او لا، خلينا نقول لاي شخص، في حال في عندنا اعراض او في عندنا حساسيه نحن شلون بنحددها؟ مثل ما قلت لك لما بيكون عندك حساسيه على شيء ممكن يكون عندك متصالبه على اطعمه معينه او ادويه معينه، بهي الحاله نحن بنعمل للشيء اللي ممكن يتصالب معه هاي الحساسيه وبنحدد هاي المواد. طيب دكتوره، معظم هسه المراهقين يعانون همينة من مشاكل جلديه، يعني اكثرهم من تصير عندهم تغيرات هرمونيه يعانون، طب شلون تتعاملين ويا التغيرات الهرمونيه؟ لانه يعني هي فتره مؤقته بس. شلون انت تقدري تتعاملين بطريقه صحيحه خصوصا اذا عندك طفل دا يعاني من حبوب، دا يعاني من مشاكل، دا يعاني من التحسس ومحرج من هذا الشيء؟ هون لما يدخل خلينا نقول دخل بمرحله البلوغ، نحن دخلنا بموضوع ثاني بعيد عن الحساسيه، بس اوكي خلينا نقول بطوله الافراز بصير بيزيد الافراز الدهني وبتصير مثلا بنبلش بموضوع الحب الشباب او العد، بهي الحاله نتيجه التغيرات الهرمونيه في شيء اسمه الاندروجين بيرتفع فبيزيد معه افراز الزهم. لما بتزيد هاي الافرازات احيانا بتكون بشكل بسيط، بتجي على شكل حبوب بسيطه نتعامل معها انه كلينسر مناسب للبشره، كريم معين للبشره كترطيب، مثلا يكون اويل فري في حال انه البشره عم بتطالع حبوب بشكل بسيط. هلا في حالات بتكون شديده ما بنقدر نتعامل معها بس بموضوع انه كريمات وعنايه يوميه، ممكن نضطر ناخذ ادويه بتتطرق بنبلش من الانتي بايوتيك، ممكن نوصل للريأكيوتان بهاي الحاله. بس اهم شيء خلينا نقول برنامج العنايه اليوميه كثير بيلعب دور، شو الكريمات اللي بيستخدمها، شو الكلينسر اللي بيستخدمه، كيف طريقه استخدامه، بيتجنب الشمس مثلا، الشمس كمان موضوع مهم ما حكينا عنه، خلينا كمان نحكي عن تغيرات حراره، الترطيب، كيف طريقه النوع من الملابس انه تكون ملابس القطن، يعني في منه الموضوع الحساسيه الجلديه اللي حكينا عنها انه يلبس قطن بشكل مباشر. في اشخاص بيقولوا لك لما يكون انا مثلا عندي حساسيه ببلش يبطل يتحمم او بيخاف من الحمام الزايد، لا الحمام كثير مهم بس كيف نتحمم بمي تكون دافيه منها سخنه ومنها بارده، نرطب جسمنا مباشره بمرطب مناسب لبشرتنا ونلبس الالبسه المناسبه، وكمان لازم يكون الجو معتدل. دكتور انت حكيتي على الشمس، ذكرتي الشمس، التحسس الشمس موضوع اي موضوع الشمس، في اشخاص عندهم شري شيء على الشمس، اوكي يا هاي كيف ننتقي منها؟ اول شيء نتجنب نحن طبعا نمشي تحت الشمس بساعات الذروه او لما تكون الشمس كثير قويه وخاصه بالصيف، هذول بيكون عندهم شري يمكن يتحسسوا لو فتره الصباح الشمس خفيفه. صحيح. ففي نوع من الواقيات الشمسيه بنسميها فيزيائيه بتحتوي على اكسيد الزنك اكسيد التيتانيوم، بتعمل مثل حاجز مو مثل الواقي الشمسي اللي نحن اللي بنستخدمه المواد الكيماويه، في انواع مخصصه لهدول الاشخاص بيتحسسوا، هو جماليا ما حلو بس بنضطر نحطه، في ممكن فلاتر، في فلاتر خاصه بالسيارات ممكن نحطها. طيب انت ذكرتي انه ارتفاع درجات الحراره، الرطوبه هم هنا عامل جدا متعبنا صراحه، يعني هسه احنا بدايه الصيف خاصه صحيح. جماعه اللي عندهم اكزيما كثير بيعانوا من هذا الموضوع، كيف بدك تتجنب الرطوبه؟ هلا بالبيت اوكي بنعرف كيف، برا كيف؟ اول شيء بدك تلبسي الملابس الخفيفه القطنيه، تتجنبي اذا كان في رطوبه عاليه بدك تحاولي انه تتجنبيها، ما في يعني ما فيني اقول لك شيء ثاني، او في حال انه نحن اضطرينا نطلع ممكن نرجع نعمل حمام دافي، بنحط مرطب مباشره، من ملابسنا كثير مهمه بما انها شيء يمتص الرطوبه او تكون خفيفه على الجسم بهذا الحال، يعني اهم شيء. نصيحه للسيدات اليوم اللي يشاهدونا هذا الصباح على كيف احنا ممكن نحمي اطفالنا
من حساسيه، او مثلا نعرف انه عندهم حساسيه معينه، او نخليهم يكون عندهم توعيه شوي على هذا الموضوع؟ هلا موضوع الطفل اللي عنده حساسيه بيكون طفل ارق متهيج، يعني بتحسيه بتقول لك ما عم ينام منيح، ممكن يكون عم من الحكه ما عم يقدر ينام، جلده ناشف او بيحمر، او مثلا اي شيء احيانا كثير سؤال متداول، اذا شرب حليب او شرب مي بيحمر حول فمه، اذا ما بعرف شو بتلاقيه دغري انه طفش دكتوره، هذا هون بخلينا نقول مندرج تحت الاكزيمه التاتبيه او التهاب الجلد التاتبي. بهي الحاله اهم شيء لما نعرف نوع الاكزيما ونعرف المهيجات ونتجنبها، هاي اهم شيء بالعلاج. طبعا الدعم النفسي، ما ننسى الدعم النفسي، العامل النفسي كثير مهم، المهمه طبعا كثير مهم، سواء بالحساسيه بالتهيج او بالدعم النفسي لحتى يخفف الاعراض، لانه بالنهايه الحساسيه عباره عن مرض مزمن يعني ممكن يستمر سنوات، فالدعم النفسي مهم. طريقه العنايه بالطفل مثل ما قلنا، الحمام، طريق الصابون بيكون صابون لطيف، ما يكون في الكريمات المرطبه خاليه من العطور بتسبب الحساسيه، منطقه الحفاظ نغير الحفاظ بشكل مستمر ونحافظ على المنطقه ناشفه، وفي حال كانت الحالة يعني مزعجة ومو مسيطر عليها طبعا تراجع الطبيب المختص. تمام دكتورة، شكرا لك تواجدت ويانا اليوم، فعلا مواضيع كثير حلوة، موضوع التحسس يعني مثل ما شفتي تطرقنا كثير يعني كبير ما بنقدر نحكي عليه بربع ساعة اكيد. واحنا دائما حتى انه الناس دائما عندها الاسئلة، ممكن مع وجود السوشيال ميديا ممكن تروح على جوجل، الناس شوي الناس عندها معلومات مغلوطة شوي، فبالاخير نتمنى ان كل الناس تكون صحة وعافية. شكرا لك لتواجد ويانا، وشكرا لك ثانية. صباح الخير تيماء. صباح الورد، شلونك اليوم؟ تمام الحمد لله، ان شاء الله محضره لنا اخبار حلوه. محضرت لك اخبار حلوه، انا متحمسه اسمع. والان مشاهدينا مع موجز ومع الخبر الاول، في الوقت الذي يستمر فيه الجدل بين الكتل السياسيه بشان موازنه العراق لعام 2021، يحذر خبراء اقتصاديون من ان استمرار الخلاف السياسي على مشروع الموازنه قد يؤدي الى انهيار الاقتصاد العراقي، في وقت كشفت فيه تقارير عن ارتفاع عدد الفقراء في العراق الى اكثر من 10 ملايين شخص، وهو ما ينذر بكارثه انسانيه في المستقبل القريب. تصاعدت الدعوات في الموصل لوقف عمليات الهدم التي تقوم بها جهات متنفذة لموقع سور نينوى الأثري الذي يعود تاريخ تشييده إلى 612 قبل الميلاد، وطالب مجلس الأعيان في الموصل بفتح تحقيق عاجل حول السماح لآليات المال والسلاح والسياسة بهدم موقع سور نينوى التاريخي، فيما تساءل مجلس عشائر نينوى بالقول ألا يكفينا ما قامت به داعش ضد آثار الموصل لنجدها اليوم ضحية ألاعيب السياسة والصراع على المغانم. أعادت السلطات المحلية في البصرة الحياة إلى أرصفة المحافظة عبر رفع التجاوزات التجارية والسكنية، وأعادتها إلى استخدام المشاة لضمان السلامة، وأشاد مواطنون التقاهم مراسلنا أيمن الشيخ بالخطوة التي أزالت خلال 6 أيام أكثر من 1000
تجاوز على أرصفة البصرة. ومع لقاح كوفيد-19 الفموي الأول في العالم قد يبدأ التجارب البشرية قريبا، حيث أفادت دراسات عالمية بأنه يمكن أن يبدأ لقاح فيروس كورونا الذي يمكن أخذه مثل حبة الدواء وإعطاؤه في المنزل. سيبدأ التجارب أو ستبدأ هذه التجارب السريرية في المستقبل القريب بعد أن أبلغ مطوروه عن بيانات أولية واعدة. ووجدت دراسة تجريبية أجريت على الحيوانات أن اللقاح الفموي ساعد في إنتاج أجسام مضادة تخلق مناعة ضد الفيروس، كما تزعم الشركة وجرى تحقيق النتائج الواعدة من خلال إعطاء كبسولة واحدة من أورفاكس. يحتمل أن يفصل الدواء عن بعض اللقاحات الأخرى التي تتطلب جرعتين. أطلقت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية صاروخ سويوز الروسي وعلى متنه مجموعة من الأقمار الصناعية العربية. وقال موقع ناسا سبيس فلايت إن سويوز انطلق من ميناء بايكونور الفضائي في جمهورية كازاخستان، وأضاف أن المركبة ستعمل على إيصال مجموعة من الأقمار الاصطناعية إلى المدار. وأشار المصدر إلى أن الصاروخ يحمل على متنه 38 قمرا صناعيا لدول مختلفة بأحجام متنوعة من بينها 3 أقمار عربية. وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء وبالتعاون مع بلدية دبي عن أطلاق القمر الاصطناعي النانومتري على متن صاروخ الإطلاق سيوز. التقطت طائرة بدون طيار لقطات مذهلة لحمم تتساقط من بركان اندلع الأسبوع الماضي في أيسلندا لأول مرة منذ 6000 عام. وأظهر مقطع فيديو نشره على حسابه في فيسبوك نهرا من الحمم البركانية المتدفقة من الفوهة في مشهد يشبه لطالما يراه الناس في ألعاب الفيديو. وقال مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا إن بركان ثار عقب آلاف الزلازل الصغيرة في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هذه اللقطات سجلت بواسطة الدرون الخاصة بعد ثوران بركان في شبه جزيرة ريكيانيس الواقعة جنوب غربي أيسلندا. توقفت مباراة في الدوري البرازيلي لكرة القدم لفترة وجيزة بسبب حادث غير متوقع عندما اكتشفوا أن طائرا وضع بيضة في أرض الملعب مباشرة، وتسبب الطائر الدخيل بإيقاف اللقاء الذي جمع بين نادي نوتيكو وفيرا كروز بعد أن قرر وضع هذه البيضة في منتصف الميدان. فأوقف حكم الساحة المباراة قبل أن يقوم بنقل البيضة إلى خارج حدود الملعب ليعود ويستكمل هذه المباراة. وفي نهاية المباراة فاز نوتيكو على فيرا كروز بنتيجة 3-1. وفي مشهد بدا غريبا ونادرا ومؤلما في الوقت نفسه، حيث اصطدم حصان بسيارة كان يركض مسرعا في محافظة جبل لبنان غربي البلاد. وأظهر الفيديو كيف اصطدم الحصان بالسيارة وسقط على الأرض لينهض بعد لحظات ويكمل الركض. ولم يعرف أو يعرف سبب اصطدام الحصان بالسيارة وبماذا كان مشغولا هذا الحصان قبل اصطدامه بالسيارة. وبهذا نكون مشاهدينا قد وصلنا لنهاية هذا الموجز والعودة إلى الصبايا. شكرا تيماء، فعلا يعني الخبرين، خبر البيضة اللي على ميدان المباراة هيك كانت الحظ لهم تماما، والحصان فعلا شفت الفيديو كان موجود على أكثر مواقع التواصل الاجتماعي، فعلا محزن. بس الغريب أنه عادي، ولكن في شيء ولكن في شيء يعني أنا حزنت أنه فكرت أنه هو صار به شيء، بس هو ما صار به شيء صح؟ لا أصلاً. لا تيماء نشكر لك، أخبارك الحلوة اليوم، يعطيكم ألف عافية، نشوفك إن شاء الله. طبعا مستمرين وياكم مشاهدينا وبسؤالنا التفاعلي لحلقة هذا اليوم، ما الشيء الذي تتحسس منه ويدفعك للعطس؟
طبعا اكو هواي تعليقات اجتنا وتفاعلكم كلش حلو، بس اكثر التعليقات اللي قراتها انه العطور والبخور والبهارات، انه احنا نتحسس من العطور والبخور. واكثر تعليق لفتني اللي حكينا ويا الدكتوره انه التدخين. صحيح لاحظت اهم شيء، ونفس الشيء الشمس، يعني الناس همنا اكثر شيء خصوصا موضوع الاكزيما والطفح الجلدي وكل الاشياء المشاكل الجلديه حاليا كثير من الناس بغض النظر عن اعمارهم رولا دا يشوفوها، هو همنا من الجو الحار، وهي مثل ما قالت الدكتوره عوامل مجتمعه مع بعضها. مو مشكله همنا هالشكل انه يتحسسون جلديا من صح. دخان النرجيله او دخان السجائر، يعني انا بصراحه اول مره اعرف انه البعض يتحسس من دخان النرجيله جلديا مو تنفسيا طبعا. ويانا زين من اربيه، صباح الخير زين. يا صباح الخيرات عليكم رولا ورولا، شلونكم هذا الصباح؟ يسعد صباحك زين. زين، هل سبق وان تعرضت لحاله يعني من الحساسيه؟ اي يعني عندي الحساسيه من النعناع، فاي من اكل نعنى؟ يكون بها نعناع راسا اعطس. ف اي هو انا ما عندي يعني مثلا الرجي، بس هي التحسس تجي يعني اول شمه يكون او من اكل اي اكل يكون بها نعناع او حتى العلج بطعم النعناع راسا اتحسس من عنده واعطس يعني. بغض النظر عن نوع الحساسيه، بغض النظر عن نوع الحساسيه، اغرب نوع حساسيه سمعته بحياتي. هو طيب انا كل شيء يعني بالضبط، هذا فعلا سكوب يعني الناس ما تعرفه، واحنا دائما يعني نحاول ما نطلع اخبار يعني عنا كل واحد عنده حساسيه، بس هذا خلص اخذنا سكوب عنك زين. صح صح. طيب زين، شنو عندك؟ طبعا اكو هواي رولا، يعني اكو هواي اشخاص عندهم تحسس مثل ما قلتوا من الدخان او النرجيله، فنشوف راسا يتحسسون او اذا يكون مكان بتدخين راسا يطلعون يعني يخرجون من هذا المكان. فتبقى على كل انسان وكل بشر يعني يكون عنده نوع حساسيه محدده، بس لازم هو من يكتشفها. مرات تكون الحساسيه مو بس يعني من الشم، البهارات مرات تكون من الاكل يعني، فلازم واحد يعرف انه شنو هي الشغلات اللي تسبب له حساسيه حتى بعدين لا تتفاقم المشكله وتصير مشكله كبيره. على العموم رولا ورولا، طبعا مواضيعنا اليوم مختلفه ومتنوعه، اكيد ابقوا ويانا حتى تشوفوها. باولى فقراتنا من اربيل راح نروح الى صلاح الدين حتى نتعرف على قصه شاب ناجح وطموح قدر انه يبتكر ويخترع جهاز لتحديد نسبه الرطوبه بالعسل. ممكن تستغربون مثل ما أني استغربت شنو فائدة جهاز يقيس الرطوبة في العسل، لكن إذا احنا يعني شوية بحثنا عن الموضوع نشوف انه الأشخاص اللي يتاجرون بالعسل أو الأشخاص اللي يربون النحل يفيدهم هذا الجهاز، انه نسبة الرطوبة داخل العسل تحدد جودة العسل. فخلونا كلنا نروح إلى صلاح الدين ونشوف هذا التقرير سوا. مهندس جميل ابراهيم صالح، بكالوريوس هندسه كهربائيه، مبتكر لمنظومه مراقبه التنظيم الحراري لخلايا نحل العسل. الهدف من المنظومه تهدف الى دراسه السلالات النحليه وانتخابها، ومن ثم الهدف الاخر هو دراسه السلوك الحياتي لبيئه خلايا النحل، وبالتالي دراستها وتلافي الامراض اللي يصيب السلالات، وإضافة إلى هدف المهم هو انتخاب السلالات. الرطوبة مع الحرارة، الرطوبة النسبية مع الحرارة تساهمان مساهمة كبيرة في تحفيز يعني توسع الحضنة بالنحل، وبالتالي انتشار أو زيادة الكثافة النحلية داخل الخلية. زيادة الكثافة النحلية داخل الخلية مرتبطة بالبيئة، بيئة المنحل من حيث حرارة ورطوبة، إضافة إلى العامل المهم وهو التنظيم الحراري اللي يتبع النحل في تنظيم درجة الحرارة والرطوبة. كما نعلم أنه النحل يمتلك متحسسات لتحسس نسبة ثاني أكسيد الكربون داخل الخلية ونسبة الرطوبة داخل الخلية، وبالتالي هذه العوامل الحرارة والرطوبة تساهم في توسع الحضنة وفي أمراض النحل، وكذلك تساهم في عملية
نشاط النحل من حيث السروح وكثافة السروح وزيادة العائد للخلية من حيث العسل أو حبوب اللقاح أو المنتجات الأخرى من الخلية. المنظومة اللي ابتكرتها تساهم مساهمة كبيرة، تساعد الباحثين والأكاديميين في دراسة المظاهر اللي تؤثر سلبا على 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 النحل، وبالتالي من خلال هذه المعطيات اللي المنظومة تجمعها من عدة خلايا، الحرارة والرطوبة من عبر عدة متحسسات، تساهم هذه الخيارات في دراسة مسببات الأمراض للباحثين، وتجعل الباحثين هذه التكنولوجيا تمكن الباحثين وتسهل الأمر عليهم لدراسة مسببات الأمراض، وبالتالي رفع العائد للنحل من العسل وحبوب اللقاح وغذاء الملك وسم النحل وغيره. إذن التقنية تساهم مساهمة كبيرة في زيادة العسل ومنتجات النحل الأخرى بالنسبة للنحال. طبعا وخلال دراسة الباحثين هذه التقنية تمكن الباحثين يعني من دراسة مسببات أمراض عبر هذه التقنيات اللي تطبق على خلايا النحل. منظومة جدا مهمة كل النحالين، لأن تفيدنا في فصل الشتاء وتفيدنا في فصل الصيف. أما في فصل الشتاء تفيدنا لكي نراقب الخلية عن بعد من دون كشف عن الغطاء، من دون الكشف عن الخلية مما يؤدي إلى ارتفاع يعني برودة الخلية. أما في فصل الشتاء فالمنظومة تساعدنا على معرفة رطوبة الخلية، إذا كانت رطوبة الخلية عالية أو منخفضة، إذا كانت عالية تؤدي إلى تعفن الحضنة أو أو تؤدي إلى أمراض من غيرها مثل الأنزيمة وكذلك الفروة. أما في فصل الصيف تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة مما يؤدي إلى جفاف الحضنة. فهذه المنظومة تساعدنا على معرفة ومراقبة الخلايا عن بعد. هو هاي براءة الاختراع يعني نبدا نصورها بهاي الموضوع، يعني منظومة المراقبة يعني خلايا النحل. فالنتائج تدون عبر الملف نتائج التاريخ والتوقيت، وإضافة إلى درجة حرارة الحضنة ودرجة رطوبة الحضنة لكل خلية، ثم تحلل. هذه النتائج تدون 24 ساعة على 24 ساعة، والمنظومة مبرمجة كليا وفق بيئة المايكرو كنترولر، وهذه البيانات اللي تسجل تمكن الباحثين من دراسة البيئة الحياتية والحيوية لخلايا النحل. هذه المعطيات هي اللي تمكن الباحثين من دراسة اندثار خلايا النحل أو انتخاب السلالات، أو حتى النحالين ممكن أن يستفادون من مراقبة خلايا النحل. دائما الإنسان طموح، وهذا الطموح هو ديدن المبدعين والمبتكرين، وأني كان لدي حلم الحقيقة، الحلم بقيت متابعة إلى أن حققته والحمد لله توصلت إلى الحصول على براءة الاختراع. هذا كان تحدي كبير، وثقة الأخوة المهندسين والباحثين الأكاديميين بخبرتي جعلتني أمتلك الحمد لله براءة اختراع، هي يعني الأولى مسجلة عربيا وتمتلك توصيف أو تصنيف عالمي. عودة لكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير من صلاح الدين. طبعا
نتمنى انه يصير اكو تصديد اعلاني اكثر على هذا المنتج او على هذا الاختراع، ويصير اكو همنا دعم من الجهات الحكوميه حتى يتم تطوير هذا الجهاز. مشاهدينا ننتقل حتى نحكي بموضوع مهم ثاني. طبعا نعرف انه التكنولوجيا والسوشيال ميديا هي صارت جزء اساسي من حياتنا ومن روتيننا، من روتين اليومي لنا، فما يعني بعد ما نقدر انه نستغني عن هذا الروتين. طبعا بالرغم من انه السوشيال ميديا والانترنت والتكنولوجيا لها فوائد جدا كبيرة لحياتنا، لكن همنا اكو مساوئ احنا لازم همنا نسلط الضوء عليها. طبعا هبات كثيرة اليوم احنا ماشيين بيها اذا كانوا الشباب او حتى الكبار بالعمر. واحدة من هاي الشغلات هي الهوس الفلاتر، صار فتشي كلش ترند والكل قاعدة تستخدم الفلاتر بصورة مفرطة جدا، بحيث انه ممكن هذا الموضوع راح يأثر علينا سلبا اكثر ما يكون تأثيره ايجابي. اليوم حتى نحكي بموضوع هوس الفلاتر وموضوع السناب شات راح نستضيف، واليوم راح تكون ويانا دكتورة ايمان عبد الصاحب، طبيبة ممارسة جراحة التجميلية. صباح الخير عليك دكتورة. دكتورة احكي لنا اليوم شنو هو هوس الفلاتر، كونك انت تشتغلين بهذا المجال وتخصص التجميل هم يعني. طبعا احنا اليوم دا نعيش بعصر السوشيال ميديا، العديد من عندنا دا يستخدم تطبيقات السوشيال ميديا مثل الانستغرام او السناب شات، وبالتالي يلجؤون الى استخدام الفلاتر. استخدام الفلاتر بكثره ادت الى ظهور حاله جديده اثبتتها دراسه امريكيه، انه هذه الحاله تسمى بسناب شات ديسمورفيا، اللي هي هوس استخدام فلاتر السناب شات. استخدام الفلاتر للتسلية، لكن الشخص راح يشوف صورة معاكسة عن صورته، لما راح يلجأ ينظر للمرآة راح يشوف صورة مو حقيقية، مو مثل اللي هو راسمها بباله، لأنه مع الاستخدام بكثرة راح تنطبع صورة معينة وهمية غير حقيقية. زين دكتورة اليوم شنو تأثير هاي الفلاتر بصورة عامة وهاي يعني مواقع التواصل الاجتماعي اللي خاصة عندها هاي الميزة أو هاي الفيتشر اللي هي أنت تقدرين تخلين فتفلتر لنفسك، شنو تأثيرها على الشباب بالتحديد، وشون هاي راح تأثر عليهم حتى هم يسوون عمليات التجميل؟ هذه إلها تأثيرها نفسي وجسدي. أنا كطبيبة تجميل راح أشرح التأثير الجسدي. التأثير النفسي أكيد راح يسبب إنه انعدام الثقة، أكيد هو إدمان، وبالتالي لما راح يشوف صورة معاكسة اللي هو متخيلها بالواقع راح تؤدي إلى انعدام الثقة بالنفس، الانعزال، الاكتئاب، وبالتالي ممكن توصل إلى درجة الانتحار. يعني ممكن هذا الشيء يؤدي إلى انتحار؟ الاكتئاب راح يؤدي إلى انتحار إذا ما كان معاكس. يعني واحدة من المسببات ممكن تكون يعني. نعم. أما التأثير الجسدي كطبيبة تجميل ألاحظ العديد في الآونة الأخيرة يلجؤون إلى زيارة أطباء التجميل من أجل الحصول على مثلا حاجب مشدود، عين وسيعة، خدود مملوءة، شفاه مملوءة، أو أنف دقيق، فبالتالي راح يخضعون لمشرط جراحي التجميل. زين دكتورة هل صار أكو حالة انه اجالك مريض او مريضه قالت لك اكو هذا الفلتر يعجبني كلش فاريد نفس التفاصيل او نفس باستمرار باستمرار بدها تجيني حالات عن اشخاص بالسابق كانوا يجيبون صور لمشاهيرهم المفضلين يحبون يكونون قريبين منهم بالضبط، لكن بالوقت الحالي دا الاحظ ان الشخص يجيب صورته نفسه بالفلتر، يطلب مثلا عيون مثل الفلتر، فك يكون محدد دقيق مثل اللي موجود بالفلتر، شفاه مملوءة مثل اللي بالفلتر، أنف دقيق نفس الشيء، فكثرة. زي ممكن إحنا دا نكون نركز على الجانب السلبي، ممكن أكو فئة راح يقولون همين أنتوا باعوا أو ركزوا على الجانب الإيجابي، الشخص ممكن راح تزيد ثقته بنفسه من يسوي عملية تجميل أو يشوف نفسه جميل. أكيد. فهل أكو جوانب إيجابية لهذا الموضوع؟ اللي احنا بدنا نحكي على الفلتر ما بدنا نحكي على جراحه التجميل. الفلاتر هي مجرد للتسليه وليست انه تؤدي الى انعدام ثقه الشخص بنفسه وانه تاثر على علاقته بالاخرين وبإداءة بالمجتمع، لكن جراحه تجميليه لا، بالعكس هي مجرد يعني يضيف الى الشخص ثقه، وبالتالي الشخص راح يقدر يحسن علاقاته بالاخرين، إداءة بالمجتمع راح يكون افضل.
يعني هاي اعتقد راح تساعدنا. احنا قبل كنا نقول انه الكل دا تسوي عمليات التجميل عند دكتور واحد فكلهم راح يطلعون نسخه واحده، فهسه السوشيال ميديا انطتنا هاي الميزه انه كل واحد يسوي نو بيتر فيرجن اوف يعني himself، يعني يسوي في نسخه افضل من نفسه هو ممكن بتغييرات بسيطه جدا. زين دكتوره، شنو هي الفئات الاكثر يعني انه تطلب تسوي هذا التغيير او انه تلتجئ الى عمليات التجميل؟ من سن ال 17 حتى عمر ال 40، لكن من 17 سنه يلتجئون. نعم. واو. او حتى المراهقين بكثره. لكن اكثر شيء فئه العشرينات. العشرينات، هل هي مثلا فقط البنات او الشباب؟ الاناث بالذكور، لكن الاناث اكيد تكون اكثر من الذكور، لانهم يكونوا اكثر مهتمين بمظهرهم. زين دكتوره، شنو هي خلينا نقول الاعراض السلبيه اللي ممكن واحد يعني طبيا، ما احنا نحكي طبيا، واحد يتعرض لها اثناء عمليات التجميل اللي ممكن شويه تكون مفرطه بالوجه او ملامح؟ هذه مثل ما شرحت مساوئ جسديه ونفسيه. الجسديه انه راح يزور عيادات التجميل بكثره، بالتالي راح يقطع الاجراءات التجميليه قد تكون اصلا ما لها داعي. واغلب الاحيان لان الاشخاص راح تكون عندهم حاله نفسيه، هذه حاله نفسيه اخرى يعني اللي هي بودي ديسمورفيك ديس اوردر، اضطراب صوره الجسد. الشخص يكون جدا عنده هوس بشكله، ينظر للمرآة بكثره، يخضع لعمليات تجميليه بكثره، وغالبا هذول الاشخاص ما راح يكونون راضين على النتائج التجميليه. فيلجؤون الى تكرارها، وبالتالي هاي كاي عمليه تجميليه راح تكون لها مساوئ. زين دكتوره، بهي الحاله الاشخاص اللي دائما يلتجؤون الى خضوع لاكثر من عمليه التجميل، وانت مثل ما تقولي ممكن هذا يكون هوس او مرض داخلي، زين هنا تجي اهميه الدكتور اللي هو يلتجئ له. هل انتم اليوم تنصحون الاشخاص اللي يزوروكم مثلا تقول لهم ممكن هاي العمليه مو لك او انت مو بحاجه لها بهوايه؟ هل تنصحوهم اكو نصائح محدده انتم تنطوها لهم؟ لما مثلا تجي فتاه مسويه فيلر كلش هوايه وتقول لي ضيفي لي فيلر، اكيد راح ارفض، لان الموضوع ده الاحظه انه يكون اوفر يعني مو شيء طبيعي، فاكيد ارفض هذا الشيء. او تكون بعمر تحت السن القانوني، فهذا الشيء اكيد يعني يكون مرفوض. فننصحهم انه يلجؤون، هو قلنا هو موضوع تجميلي ونفسي بنفس الوقت، انه يزورون طبيب نفسي متخصص. زين دكتور، احكي لنا على فد موقف طريف، ما اعرف صار وياك موقف طريف داخل عمليات التجميل، مثلا اكو شخص جاي طالب من عندك فلتر محدد مثلا او يكون، تقدرين تحكي لنا عنه؟ هي طبعا صديقتي، هي راح تشوف اللقاء الان عادي. اوكي. تجيب فلتر. اوكي، اريد نفس هذا الشفه مثلا. اوكي. نكررها، صار لنا شهر نشتغل عليها، صارت مثل فلتر لكن هي تريد اكثر. هي تريد اكثر بعد. اخر شيء قلت لها خلاص كافيه. زين دكتوره، شنو انت نصيحتك للاشخاص اللي ممكن مثل ما قلنا هسه شنو نحكي نفس الموضوع، اللي يلتجون لعمليات التجميل وهم مو بحاجه لها، يعني انتم تنصحوهم اكو نصائح مثلا تقول لهم لا تسوون عمليات التجميل، مو انه يكون اكو مرض انه انتم تقولوا لهم روحوا زوروا دكتور نفسي او طبيب نفسي حتى ينصحكم، بس انتم كاطباء اليوم اطباء التجميل هل تنصحون اشخاص اذا هم مو بحاجه الى عمليات التجميل؟ احنا اليوم بعصر الموضه وعصر التجميل، التغيير مطلوب، الشكل الجميل مطلوب، صار جزء اساسي يعني، جزء اساسي طبعا للحصول على وظيفه او من اجل امور شخصيه معينه ضروري الشكل. فاني انصح دائما تغيير بسيط يكون الشخص بحاجه اليه، لكن من دون توصل الى مرحله الهوس. نرجع لنذكر مره ثانيه انه الفلاتر هي مجرد وسيله للتسليه وليست للادمان. زين دكتوره، شنو الشغلات مثلا شخص قام بعمليه التجميل، هل تشوفون انه النسبه الكبيره من الاشخاص اللي خضعوا لعمليه التجميل هم راضين عن نفسهم ام هم مو راضين عن نفسهم وما يقدرون يرجعون الصوره الطبيعيه او الشكل الطبيعي لنفسهم؟ المراجعين الاطباء التجميليين ينقسمون الى نوعين، فئتين، فئه اللي تكون طبيعيه فعلا بحاجه او حتى مو انه بحاجه لكن يحب يحسن من مظهره، عادة ما يكونون راضين، واكيد هاي تعتمد على الجراح شلون يشتغل، اذا كان الشغل مضبوط راح يكون البيشنت او المريض راضي. لكن الفئه الثانيه اللي هي تكون مهووسه
لو افضل جراح عمل العمليه راح يكون مو راضي. ليش؟ لانه الصوره اللي موجوده بدماغ الشخص هي صوره وهميه ما تعكس الواقع. زين، شنو نصيحه اللي انت توجهيها اليوم دكتوره لكل شخص زي تابعنا، خاصه الاشخاص الشباب، خلينا نقول نركز على الشباب اكثر لانه هم الفئه الاكبر اللي عندهم هوس باستخدام الفلاتر، فشنو نصيحتك لهم اليوم؟ نصيحتي انه نستخدم السوشيال ميديا للتسليه، نستخدم هذه الفلاتر للتسليه وليس للادمان. حاشد ايدك دكتور اليوم، معلومات رائعه جدا عن الفلاتر، يعني لانه هذا الموضوع احنا اليوم مثل ما قلتي صار جزء اساسي من روتيننا اليومي واحنا قاعدين نستخدمه كل يوم بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي. قبل أن ننتقل الى يعني موضوع ثاني بدبي، دكتور حابه مني اسالك اليوم حلقتنا عندنا هاشتاج، الهاشتاج هو شنو؟ هو يعني شنو هي الشغله اللي تسبب لك حساسيه وتخليك انه انت تعطسي؟ يعني العطور القوية أو بعض الأتربة، خاصة لما بالبيت يكونون يسوون فد حملة شاملة تنظيف وشغلات فيسبب لك عطس. شكراً لك دكتورة اليوم كنت ويانا. مشاهدينا ننتقل وياكم إلى استوديوهاتنا بدبي مع رولا ورولا لتكملة باقي فقرات هذا الصباح. شكراً لك زين. احنا اليوم رولا ورولا، الله يعينك زين. شكرا لك. شكرا لك زين، ومستمرين وياكم مشاهدينا. ويمكن خلينا نشوف شويه من مشاركاتكم على صفحه الانستغرام ونشوف شو اكثر الشيء او شو هي اكثر الاشياء اللي ممكن تسوي عندكم حساسيه. شفنا المنظفات والبهارات، حبيت تعليق الامتحانات. الامتحانات حساسيه من الامتحانات. على فكره هي كانت تصير وياي، اي شيء ما احبه اقول لهم عندي حساسيه منه. عندي حساسيه ويصير عندي خلاص اني لا ما اقدر اتنفس. عندي حساسيه طبعا. شوفي، هو واحد دائما عنده حساسيه حتى من الاخبار الحلوه والاخبار بس اكيد انت يعني محضرت لنا خبر حلو على تويتر. والله هو الحذر الخبر اللي شو يقول لك المبكي المضحك؟ ايه الخبر المبكي المضحك، بحيث دا افكر به شلون اقول لك اياه. اذا انت صار وياك هالموقف، يعني تخيلي انت تربحين شيء اوكي يعني تعيشين اللحظه على قولة بيس، وبعدين اخر شيء يروح. يعني حتكون بالنسبة لي صدمة. أكيد حتكون لي صدمة حياتك هسه. هذا اللي صار اليوم بتويتر، خبرنا اليوم. يعني لما واحد يقول لك شر البليتي ما يضحك لما تسمعين هذا الخبر من هذا الأخبار. هو هذا اليوم الخبر ويانا. اللي صار إنه ويانا ريتشل، شابة بريطانية خسرت باليانصيب ب 182 مليون جنيه استرليني. طبعا هي ربحت اليانصيب وبعدين اكتشفت انه هي خسرت. فقدت هذه الشابة جائزة اليانصيب تقدر بهذا القدر من المبلغ بسبب خطأ بسيط ارتكبته هي وصديقها، حيث انه هم بدت قصتهم لما ريتشل كينيدي باغي من العمر 19 عام اشترت البطاقة عن طريق موقع الجوائز، وهي طبعا ملكت جميع الأرقام السبعة المتطابقة في اليانصيب. لكن الفرحة لم تكتمل لأنها لم تحتسب فوزها، والسبب كان عدم دفعها لثمن التذكرة. يعني اللي صار انه هي اشترت هالتذكرة عن طريق موقع، وللأسف الدفع ما صار خلال اليوم اللي ربحت به، يعني ما انخصم من حسابها، ولسوء حظها لم تكن هناك أموال كافية بحسابها بيوم الخصم بالذات. فلهذا السبب تخيل انت صار عندك 182 مليون جنيه استرليني، موقف لا تحسد عليه، رأسا تتبخر، موقف لا تحسد عليه صراحة. من اصعب المواقف، يعني شوفي حظها سبحان الله، حظها انه خلاص ما انحسب من الكارت، مو نصيبها. شوفي هاي مشكله التكنولوجيا، يعني هواي تصير بيناتنا او تصير عندنا مواقف انه يمكن التكنولوجيا قد ما تسهل علينا حياه او تسهل علينا امور نعيشها، بس يمكن يكون خطا واحد خطا يعني تكنولوجي صغير يكلف الشخص سعاده ويكلف الشخص احلام ويكلفه كل شوية اشياء. خلينا نقرا بعض الهاشتاجات رولا. اني قريت انه اني عندي حساسيه من الاخبار،
والله هذا يمثلني حلو صراحه. لا الاخبار اخبار الاخبار يعني ما الشيء اللي تتحسس منه يدفعك للعطس. هنا عندنا مثلا مواد التنظيف. دائما الناس عندها منظفات، انه خصوصا دائما لما ننظف بالبيت عندنا انواع من المنظفات تصير مع بعضها، فعلا نبدي نعطس، وخصوصا الدخان يعني اي شيء بخور. فعلا تعرفين رولا هالفتره حسيت انه خلال السنوات اللي فاتت صار البيت العراقي يحب يكون عنده بخور بالبيت، يعني انا اتذكر انه ما كان هذا الشيء موجود. هسه بنشوف اكثر البيوت العراقيه صار يحب يبخرون البيت بزياده، بس البخور صار بيه عطور معينه، يمكن هذه العطور اللي تزيد الحساسيه. يمكن لو كانت هاي العطور طبيعيه من الممكن انه ما تحسسنا، بس من الممكن انه يمكن حاطين بعض المكونات اللي تحسس الرئه او تحسس الجلد بشكل عام. ترى اكو بعض البخور يحسس الجلد خصوصي اذا انحط على الجسم مباشره، يعني اذا تبخر به الواحد. صحيح. طيب مستمرين وياكم مشاهدينا وفقرتنا عن الفن، الفنانه الصغيره وانعكاس ابداعها بفن الرسم بتشجيع من الاهل اكيد والمعلمين. نموا هاي الموهبة اللي بداخلها وكبروها وخلوها تصير فنانة متمكنة. خلونا نتابع التقرير التالي مع الطفلة الفنانة غدير من الديوانية. بديت أول ابتدائي رسم عادي، بعدين معلمتي فنية دعمتني وأجبها رسمي، والله تستمر بالرسم. المعلمات همين حبن رسمي وشجعني، ظليت أنا أرسم وحدي. أول شي بديت أطبع الرسمة مرة مرتين، بعدين أرسمها وحدي، وأي رسمة يعني أبديها كخطوط أول شي ما تطلع عدلة أرجع أعيدها مرة ثانية على ما تضبط عدل. الرسمة اللي أرسمها تقريباً تطلع ضبط الصورة، ومن أرسمها أراويها لأهلي يعطوني الأخطاء اللي لازم أصححها. يعني مو كلش صعبة. أول شي بديت بالتشكيلي، مو صعب كلش، مجرد تلوين، ولين أنا بديت بالفحم فالدمج عادي سهل. يعني أتمنى بعدين أكمل دراستي وبعدين التجئ للرسم، اقدر اسوي معرض، بس بوقت ماكو دراسه بالعطلة اللي اسوي. شنو الاعمال غير الرسم اللي تسويها؟ من كنت صغيره كنت اسوي مثلا طنس صناعي، حياكه، هسه اكثر شيء رسم. لا يعني كنت اسويها كهوايه انا بالنسبه لي، اسويها تونس بيها بس مو مبيع. لا والله ردة فعلي كانت كلش حلوة، لأن بداياتها كانت حلوة، يعني أنا تفاجأت بها من كانت ترسم. فبالبداية كانت تخطيط، بس التخطيط كان كلش حلو، يعني مو كان عمرها أصلاً، وشوية شوية بدأت تطوره. وكنا أكو ذا ترسم لي فد لوحة أقول لها فد هذا المكان فد خطأ يحتاج تصحيح، دورات أنا صحح وياها، يعني كان قدامه كل الرسم هذه. فكنت انا هم عندي شويه مهارات بالرسم كانت، فانا كنت يعني دائما اساعدها بهذا الشيء. يعني كانوا يتعجبون بالصور مالتها على اعتبار هي المرحله الابتدائيه اللي بلشت فيها. من اراهم الصور يقول لهم هاي مرحله ابتدائيه، كانوا يتفاجئون بهذا الشيء. قالوا هاي عندنا مثلا طلاب مال معهد فنون ما يوصلون لهذا المستوى، على اعتبار هو يعني المستوى مالتها، يعني شلون العمر الابتدائي كانت عمرها مثلا خلينا نقول 7 سنوات 8 سنوات 9 وترسم فد لوحه معينه، يجوز طالب فنون ما يوصل لها، يعني الراد لفت فتره معينه الله يقدر يسوي مثلها. يعني هي تعلمتها بصراحه، حتى مو انا علمتها، هي تعلمتها، قامت تستخدم اليوتيوب وتطلع من عنده شغلات، وتقدر هي شوي شوي تقوي يعني المهاره مالتها الموجوده. اكيد في اي شيء تحتاج اني موجود، والدتها موجوده، واي شخص موجود يعني كلها تدعم بهذا الموضوع. ما حد اعترض على اي شيء، وشنو بتحتاجه احنا موجودين، ماكو مشكله بالموضوع. شنو الخوف الموجود؟ يعني فالشخص عنده موهبه
ليش ما اخليها تبرز هاي الموهبه؟ شنو المانع من اثري؟ يعني هسه عندي غدير ترسم، اسوي اعمال يدويه، اسوي حياكه، موضوع طبيعي هذا. رجعنا لكم مشاهدينا، وفعلا هالتقرير كان جدا جميل، واحنا كقناة الشرقية نحب دائما نضوي على هالمواهب الحلوة، فإذا عندكم أي أحد قريب منكم، عائلتكم، شخص عنده موهبة حلوة، راسلونا وتواصلوا ويانا، وأكيد راح ندعم هذه المواهب الحلوة اللي بدنا نشوفها كل يوم ونكتشفها كل يوم. طبعا الحلو انه هم اهلها اللي داعميها ومعلميها داعميها، معظم الناس ما يكتشفون، معظم الاهالي ما يكتشفون انه اطفالهم عندهم هاي المواهب الجميله. يا ريت انه ندقق على اولادنا وندقق حتى المعلمين يدققون على طلابهم المبدعين ويحاولون يكبرون وينمون هذا الشيء بداخلهم. اكيد احنا مستمرين اكيد وياكم مشاهدينا. عندنا بعض التعليقات اللي وصلتنا. معظم الناس عندها تحسس من صابون او المواد العطريه، المستخدمه يعني مثل الدهون او الشامبو او شيء ممكن ان يكون بس ترتفع نسبه العطر بها، عندهم تحسس منها. هذا الشيء همنا غريب. بالنسبه لموضوع الجلد، تحسسات الجلديه، الناس اللي عندها تحسسات من الفواكه اللي اسمها الاكزوتكس، يعني مثل المانجا، الكيوي، اللي هي تكون شويه عليها كانه الجلد مشعر شويه. شفنا هنا كثير ناس حاطين انه يصير عندهم تحسسات او بقع حمراء على الجلد من عندهم. سبق اني احد الاصدقاء صار عنده تحسس من الاناناس، الاناناس جدا محسس لانه بانزيمات معينه انه تبقى عالقه من الحلق من هنا للمعده. يمكن حتى اللمس، يعني حتى اللمس يعني تلمسين شيء راسا او في سطح معين ينطيك هالحساسيه او ينطيك هالشعور انه على طول صار عندنا بقع. خلينا نشوف باقي الهاشتاجات على سكرين. طبعا مشاهدينا اكيد يقدرون ترسلونا كل اجوبتكم على الكيو ار كود. خلينا نشوف اول تعليق. التعليق الأول: التحسس من المواد المعقمة ومواد التنظيف. مثل ما قلت يرولا قبل شوية، معظم الناس تتحسس، خصوصي أمهاتنا وأخواتنا اللي يكونون بالبيت متواجدين دائما يتعرضون لمواد التنظيف. تعليق ثاني: ريحة الخشب والأتربة والفلفل الأسود والقمح، كل هذا ما خلوا شيء. ما خلوا شيء يعني. أنا سامعة بتحسس القمح بس ما سامعة بتحسس الخشب. اما التعليق اللي بعده: الصابون المعطر والدهون العطريه. مثل ما ذكرنا قبل شويه انه معظم الناس عندهم تحسس من المواد العطريه اللي موجوده بالشامبو او الصابون. يمكن لهذا السبب شفنا انه زمان كانت الناس دائما تستخدم الصابون الطبيعي او الاشياء الطبيعي اللي بدون عطور، فتقلل موضوع الحساسيه. يعني هسه يمكن لانه هو السوق صار مليان مواد ومنتجات يعني عطور مختلفه واشياء مختلفه، يمكن هذا السبب هم نكثر من نسبه الحساسيه. ولا تنسي رولا بعض الشركات انه دا يحاولون يوجهون انه الناس يحبون العطور، فيوجهوهم انه يشترون انه اشياء بها عطريه مع العلم انه هي مضره. اما اخر تعليق ويانا فهو: القرفه تحسسني وتسبب لي طفح جلدي. همين اول مره اسمع انه القرفه تحسس الجلد. عشان طيبه، انا كلش احبها بكل الاكل. طعمها هي كلش طيب، بس يعني اي طبخه لازم نحط بها شويه دارسين. دارسين احنا وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا اليوم مشاهدي، كانت حلقة جدا جدا جميلة بأول شيء مشاركاتكم واللي شفناها على السوشيال ميديا، منتظرينكم بمشاركات ثانية بحلقات جديدة. وبالنهاية نتمنى لكم يوم سعيد جدا جدا، دائما تكونوا بخير وبصحة وعافية، ونشوفكم غدا بحلقة مميزة من صباح الشرقية. طبعا مثل ما قلتي رولا، أنا حابة أوجه كلمة بسيطة للأهالي أنه حاولوا تكتشفون تحسس أطفالكم بطريقة مبكرة، إذا كانت عوامل وراثية، إذا كانت من الأكل اللي دا يأكلوه. دائما اكتشفوا أنه إذا عندكم طفل بالبيت اكتشفوا إذا هو عنده تحسس من مادة معينة. وحتى أنتوا دائما سووا مثل ما قالت الدكتورة، ذكرت أنه تسوون التست اللي يبين أنه أنتم تتحسسون من شنو.
دمتم بخير وسلامة ومحبة، نشوفكم باكر بحلقة جديدة بنفس التوقيت، مع السلامة.